يا اهلا بحضراتكم. اللقاء دلوقتي مع مهندس الصرح العظيم ده اللي اتكلمت عنه من شويه، واحد من اهم ملاعب العالم، مش ملاعب مصر، واحد من الملاعب العظيمه جدا. كل التفاصيل بقى عن الملعب ده مع الباشمهندس دلوقتي يشرحها لنا. يا فندم مشرف ومنور، سعداء جدا بتواجدنا هنا وسعداء جدا بتواجد حضرتك معانا. احنا بنرحب بيكم وبكل الحضور في مشروع استاد مصر في مدينه مصر للالعاب الاولمبيه. هو زي ما حضرتك قلت ده صرح. انا فخور ان كنت من احد المشاركين في المشروع دوت. انا المهندس عماد انيس، مدير مشروع الاستاد شركه اوراسكوم للانشاء. شركه اوراسكوم هي المقاول العام للمشروع، وهي قائمه بجميع اعمال التصميم والتنفيذ طبقا لاعلى المقاييس الجوده ومعايير الجوده العالميه. المشروع تم بسواعد مصريه، تم الاستعانه ببعض المكاتب الاستشاريه العالميه المختصه في المجال الرياضي. الاستاد هو الاكبر على مستوى الشرق الاوسط وتاني استاد في افريقيا. سعه الاستاد 91,000 متفرج، مطابق لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبرضه مطابق لمواصفات اللجنة الدولية الأولمبية. معنى الكلام ده ان الاستاد ده ينفع يتلعب عليه نهائي كاس عالم، وينفع يستضيف دورة العاب أولمبية. ممتاز. الشركة بتقوم بصفة دورية بدورات تدريبية للعاملين بالمشروع. هايل. عشان المنشأ منشأ خاص وفي تفاصيل كتيرة، كان مهم جدا دورات توعوية للعاملين حفاظا على سلامتهم والحصول على أعلى برودكت من الناس اللي شغاله. عظيم جدا. انا بقى هسالك شويه تفاصيل، يعني العبد الله اللي قدامك دوت وفي مني زي كتير جدا لفينا استادات عالم وشفنا حاجات عظيمه كتير، بس هسالك واحده واحده. اول حاجه واحنا داخلين الاستاد، احنا عندنا كام بوابه في الاستاد؟ يعني كام بوابه للجماهير؟ في 11 بوابه. انا متهيالي سؤال حضرتك هو الاستاد ده لو مليان 91,000 متفرج، ايوه، بيتم اخلاء الجماهير في اقل من 15 دقيقه. عظيم جدا. غير كده الاستاد كنواحي امنيه مسيطر عليه بكاميرات مراقبه، بوابات دخول الكترونيه، فعليه هويه كل متفرج داخل معروف مين، وبتسيطر على الاستاذ زي ما قلت باعلى انظمه كاميرات مراقبه. عظيم. انت كلمتني عن الاخلاء، انا كمان بكلمك على الدخول كمان. يعني احنا دايما بنشوف في الملاعب بره وانت اكيد متابع، يقول لك ايه الاستاد يفضل فاضي قبل المباراه بساعه، وقبل المباراه بساعه تلاقي الاستاد بقى مليان على طول، في ثانيه يعني في ربع ساعه يكون الاستاد مليان. ما هو لما تبقى خطه الاخلاء ربع ساعه، خطه الدخول بتبقى في خلال الربع ساعه او عظيم. ممكن تمتد لنص ساعه ماكسيم. طيب يا فندم، احنا دخلنا الاستاد، واحنا داخلين الاستاد قبل ما اوصل للمدرجات ببقى عايز مثلا اكل اكله حلوه، اشرب حاجه، يبقى في شويه اكتيفيتيز، مثلا العب شويه لعب. التجهيزات بقى اللي هي التي تحيط بالملعب المباراه قبل ما اخش المدرجات. تمام. هو الاستاد تم انشاؤه على مسطح 128,000 متر مربع. عظيم. منهم 30,000 متر منطقه تجاريه. حيل. المنطقه التجاريه خاصه لمطاعم، خاصه لبراندات لبس. عظيم. ممكن يبقى معارض عربيات. الله. أماكن ترفيه مخصص لكل شيء ممكن تتخيله. الجمهور ممكن يبقى فيه انترتينمنت ليه قبل الماتش. هايل. واحنا لما نخش الاستاد بقى وقعدنا في المدرجات في أي مكان في العالم بقدر أتحرك بقى براحتي، يعني اطلع اشوف الاكتيفيتيز ديت، العب شويه، اكل حاجه، واخش تاني الملعب بسهوله. هل الكلام ده متوفر بسهوله ان انا وانا جوه المباراه اقدر اخرج وادخل براحتي؟ متوفر في غير المنطقه التجاريه عند كل مناطق خدمه للجماهير، سواء درجه اولى، ثانيه، ثالثه، في يوتيليتيز كتير، حمامات، كافيتريات. ممتاز. بحيث وزن اللي هو فتره الصراحه بتاع المباراه ممكن في اقل من 10 دقائق ربع ساعه يجيب الوجبه بتاعته، الدرينك بتاعه، ويرجع مكانه بمنتهى السلاسه. عظيم جدا. طيب عندنا كمان نقطه مهمه. ياريت. عندنا 118 كابينه فندقيه دايرين داير الاستاد.
دي مجهزة كل واحدة ل 22 فرد، بيبقى تجهيز لايك الكبار الزوار شوية، بس مش هي منطقة كبار الزوار، بس كباين فندقية على محيط الاسكان. اشرح للناس وحضرتك تشرح معايا انه الكباين دي بتبقى عباره انه واحد مثلا بيروح هو وسطه هو واصدقائه بيحجز الكابينه كامله في مباراه. تمام. وفي كمان في اوروبا ان هو بيحجزها بالموسم كمان، مش تمام. ممكن هي كابينه مفروشه مجهزه فيها اجهزه تلفزيون، قبل الماتش ممكن يقعد فيه هو واسرته واصدقائه زي ما حضرتك بتقول، ممكن تستعمل كبزنس عايز يخلص شغل حاجه قبل الماتش ثرو الماتش. هايل. هايل. طبعا مش انتوا المختصين بتحديد اسعار الحاجات ديت ولا انتوا المختصين؟ لا مش ده بعد كده. ده في التشغيل عشان هم هناك في اوروبا. في نقطه مهمه جدا والريس واحنا بنهتم بيها، الا هي اصحاب الهمم ليهم اماكن خاصه. عظيم. كمتفرجين، كيوتيليتيز، حمامات وكافيتريات، كل حاجه ممتاز مجهزه ليهم. عاده احنا في ملاعبنا في مصر معظم الملاعب يعني اصحاب القدرات الخاصه بيبقوا موجودين في ارض الملعب عشان ممكن ما يبقاش متجهز ليهم اماكن في المدرجات. دلوقتي بتقول لي انه في اماكن مجهزه ليهم في المدرجات. مجهزه في كل منطقه سواء درجه اولى ثانيه ثالثه. في اماكن مخصصه ليهم بالحمامات بتاعتها بالكافيتيريا. نخش بقى في الجد قوي. اتفضل. عاده ملاعبنا الحلوه اللي وراك ديت الباك جراوند النجيله الخضراء دي بتبقى نجيله خضراء في الاول وبنقول الله ده احنا عندنا ملعب عظيم، مفيش ماتش ماتشين، تدريب تدريبين والنجيله دي بتروح وتبوس خالص، ما بتبقاش هي نفس النجيله. تجهيزات لدوت وانا فاهم انه بيبقى فيه تربه خاصه، فيه تفاصيل خاصه، بناء بقى النجيله او الارض الملعب نفسها حصل فيها ايه؟ تمام. هنا احنا استعملنا احدث زي ما انا قلت في الاول، المشروع ككل كتصميم وتنفيذ تبع اعلى المقاييس الفنيه واحدث حاجه موجوده في الملاعب في العالم. هنا خليط هجين ما بين هايبر يعني نجيل صناعي وما بين نجيل طبيعي. النجيل الصناعي هنا بيشكل 30% من مسطح نجيلة اللي موجودة. ده الغرض منه ان هو بيقوي التربة الأساسية. ممتاز. وده بيبقى دائم. بعد كده عندي زرعة شتوية وزرعة صيفية. بعد كده بيبقى في أعمال صيانة للنجيلة بصفة مستمرة. في كمان لو ترجع كده بالذاكرة موضوع البناء الضوئي وازاي الزرع يكون واخد كم الإضاءة الكافية بتاعته لو وقت بالليل أو وقت شتاء أو الكلام ده. في ارتفيتشر لايتنج اللي هي اللي ورا دي، دي بتدي إضاءة للأماكن الضعيفة في النجيلة بحيث تبتدي تبقى شدة نفسها. ممتاز. وعليه طول السنة مفروض بيكون الملعب بهذا المنظر. طول السنة دي حضرتك بتقولها لي وأنا كنت دايما بسمع من مديرين الملاعب يقول لك أصل إحنا عندنا مش عارف نجيلة صيفية ونجيلة شتوية، أصل في الشتاء مش عارف النجيلة بيحصل فيها إيه والصيف بيحصل فيها إيه. فبقى أنا كمشاهد أو كمتابع بقول إيه، خلاص الملعب ده هيبقى حلو في الشتاء مش هيبقى حلو في الصيف، او العكس ده مجهز لكل الاوقات. تمام. احنا دلوقتي في الشتاء كان في الصيف نفس المنظر. والمنتخب قبل ما يسافر بطوله الامم جه هنا اتدرب متواصل ست ايام. ما حصلش فيه اي دمج، هو كان جس شويه ريبير في حتت بسيطه اللي هو بيتعمل عاده بعد كل ماتش او بعد كل تدريب. طيب انا برضه بسالك الاسئله، بحب اسال الاسئله اللي المشجعين يسالوها مش الاسئله الكبيره والعريضه. شويه مطر نزل نلاقي بقى الملعب بقى بركه ميه ومفيش تجهيز. لا خالص خالص. في صرف زي ما حضرتك شايف. لو في اي مطر هو الاستاد باي ذا واي مغطى. عظيم. اكتر من تلتينو. هايل. في نظام اندر جراوند صرف. ممتاز. ده نزل يعني كان في مطر امبارح مفيش اي اثر ليها النهارده ولا حاجه ولا شايفين اي حاجه. بالظبط. فده دليل. طبعا. دليل من الدليل اهو. فلا كل ده معمول حسابه في التصميم. والتنفيذ برضه. ولما بنيجي بنستلم حاجات زي كده ده بالووتر تيست يعني بتست ميه. بنطمن ان الكلام ده مطابق المواصفات. عايز اخش معاك بقى اللي جوه او يعني نتكلم على اللي بيحصل جوه.
غرف خلع الملابس، غرف المدربين، المكسيك زون اللي بيصور فيها اللاعبين، الاماكن بتاعه البريس كونفرنس، المؤتمرات الصحفيه، الحاجات دي كلها من الحاجات اللي بتاخد علامات بيها ملاعب كتير في العالم. يقول لك والله ده عندهم غرفه مؤتمرات صحفيه عظيمه، غرف اللاعبين بتاعتهم مش طبيعيه، غرف المدرب او يعني المكاتب بتاعه المدربين عظيمه، جوه بقى التجهيزات على اعلى مستوى. مظبوط. احنا شفت بالمناسبه، بس انا قلت تغششنا. مظبوط، احنا مش هنعرف ناخد اللايسنس بتاع الاستاد وان هو يكون مطابق للفيفا غير لما الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي يكون متوفره. احنا عندنا اربع غرف خلع ملابس للعيبه. هتقول لي ليه اربعه؟ طيب ايوه، طب دلوقتي لو في ماتشين ورا بعض وفي بطوله، طب دلوقتي في فرقتين بيلعبوا وفي فرقتين بيجهزوا للماتش اللي بعديه، عشان اقول له استنى معلش لما الاثنين دول يخلصوا وبخش. بالظبط. نفس القصه غرف حكام، بنزود بقى في ساونا، جاكوزي، نيتروجين، بخار، عيادات لو في اصابات طارئه او كده، في غرف للمعلقين، في غرف مؤتمرات لو في مؤتمرات قبل الماتش بعد الماتش، غرف ترجمه، فهو مجهز على احدث حاجه. عظيم. طيب عجبني قوي الديزاين بتاع الاستاد، انا عايز اعرف فكره الديزاين بتاع الاستاد ده ليه، عشان هو كمان مش شبه حاجه شفتها بره، يعني ليه ديزاين يعني الشكل حلو. يعني ملعب، الناس هتيجي تقول لي ما هو كريم شكله ملعب ومدرجات، بس في تفاصيل قدام عينيا كده، لا الديزاين مختلف. هو الديزاين الملعب التغطيه بتاعته متاخد على شكل موجه، حتى وانت جاي المدينه من بره بيبان. صح. بيبان ظاهر، وهو اي ثينك تحفه معماريه. صح. الالوان بتاعته هي اللي تشد اكتر، الالوان دي متاخده من الالوان الفرعونيه. العقد بتاع نفرتيتي، الله، كان درجات الازرق دي اللي هي موجوده في الكراسي وموجوده على الوجه دي متاخد من الالوان الفرعونيه. ممتاز. اللي بيتكون من ثلاث عناصر انشائيه مهمه. في الهيكل الخرساني ده اتصب في الموقع، عباره عن قمر وعمدان طلع على اكتر من 1800 خازوق. ممتاز. بعد كده في خرسانه سابقه الصب، دي كان بتيجي من بره مصبوبه جاهزه، مش من بره مصر، لا من الموقع عندنا، دي اللي هي عباره عن المدرجات والقمر اللي شال المدرجات اللي حضرتك شايفه دوت. في بلاطات برضو سابقه الصب اللي هي بيسموها الهولو سلاب، هولو كور سلاب. الساده المهندسين دلوقتي اسمعوا عشان يعرفوا عظمه الموضوع دوت ويغششون احنا كمان. بالظبط. دي كانت بتيجي بتركب، مش عايز اقول لحضرتك وقت ما السقف ده كان بيركب كان فيه اكتر من 12 ونش في الملعب، اقل واحد فيهم 600 طن الحموله بتاعته. الجزء الثالث اللي هو الستيل ستراكشر اللي هو مشكل الويف اللي حضرتك شايفه، والصواري اللي هو ارتفاعها اكتر من 75 متر. ممتاز. اللي هي العمدان. ممتاز. طيب الملعب ده جاهز خلاص، يعني بكره في مباراه جاهز انه يستقبل المباريات ولا لسه في بعض التفاصيل بتخلص؟ هو جاهز بدليل ان المنتخب جه اتدرب. مظبوط. في شويه حاجات اتطلبت كبرو ساوند، نظام صوتيات هو اتورط خلاص، فاضل على التركيب. في نظام حاجات اضافيه، كاميرات مراقبه للمناطق الخارجيه. ممتاز. دي على وصول برضه وهتركب، لكن هو بنسبة 99.9 جاهز لاستقبال اي حد. فندم انا اتشرفت جدا بحضرتك، بشكرك بالنيابه عن نفسي وبالنيابه عن كمان مشجع المصري، الجمهور المصري، الشعب المصري على حجم الانجاز العظيم ده. انا بشكرك شكرا جزيلا انت وكل الناس اللي اشتغلت. انا بشكر حضرتك ان انتوا شرفتونا وان انتوا قناه مصر. اشكرك. قناه خاصه. اشكرك يا فندم. دي حاجه. بشكر كل الناس اللي اشتغلت وتعبت، احنا مرنا باوقات صعبه جدا وشويه تحديات، الحمد لله الاداره في الشركه عندنا والجهه المالكه تغلبنا عليها. في حاجه بسيطه عايز اقولها، كان لما بيجي حد يشتكي لي من الشغل وقت الزنقه وكده، قلت له استنى اللحظه لما الاستاد ده يخلص وانت قاعد مع اهلك في البيت وبتشوف الانجاز اللي انت عملته، كل التعب ده هتلاقيه راح. فانا بشكر كل من شارك في هذا المشروع،
بشكر حضراتكم ان انتم شرفتونا. اشكرك يا فندم. ونتمنى بقى نشوف ده مليان 91,000 ان شاء الله، وهنبقى مع بعض برضه اول مره مليان باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا يا باشمهندس، شكرا جزيلا.